اليوم في رمضان الفطور في بيتي يا بنات. اوه للاسف ما اقدر اجي معكم. افا ليش بس؟ لا بس ما لي خلق اجي. شو رايكم كل واحدة فينا تجيب طبق بدل ما تطبخ امك وتتعب؟ تمام، انا بجيب قطايف وبسبوسة غالية، اعلى من مستواكم بقليل. خلاص كل واحدة تجيب على كيفها، اوكي؟ يا ربي محتارة وش اجيب معاي؟ لا ما يحتاج تجيبين شيء، اصلا انت مو بمعزومة. روحوا غرفة المدرسات يلا. ما في تراب لصايم القائمة؟ اللهم اني صائم بس. طلبت لهم ثاني احلى برق عنب بالدنيا، مو بماكلين اصابعهم وراه. ساتر من هنا الحزن. هلا نورا، جبت معي ورق عنب بجنن شوي. ايش هالصدفة انا وياك ورق عنب؟ قديش تفكيرنا متشابه. شكل عشان نصدقات طفولة. بنات جبت ورق عنب يكفي الحارة كلها. ثلاث صحون ورق عنب؟ واخي عن وجهي القردة، لا افطر عليكي. تراني ما جبت شيء عشان مسوية دايت. طب ليه جاية تفطرين معنا أجل؟ عشان اراقبكم لا تاكلون قبل الاذان. طيب بنات شو السالفة؟ كلنا جبنا ورق عنب. خاف يعصبوني البنات اللي دروا. لا عادي ترى كلها ثلاث صحون، ريلاكس. ولا تنسين هنوف قالت بتجيب بسبوسة. هاي بنات زي ما وعدتكم رحت المحل حق البسبوسة الغالية مرة. شفتي قلت لك هنوف. بس في آخر لحظة شفت المحل اللي جنبه يبيع ورق عنب أغلى منه وشريتها. بنات أنا ما جبت شيء، آسفة نسيت. صدقين والله أحسن، على الأقل ما جبتي ورق. امزح، مفاجأة. جبت ورق عنب، ما حد منكم توقع هالمفاجأة صح؟ بنات سويت لكم أحلى كبة وسمبوسة والقيمات. حماس أخيرا حلب تنقذنا. بس للأسف زوجة أبوي أخذتها، عندها عزيمة. فكوني أروح أفقع وجه مرة أبوك. لا خلاص لقيتها جايبة ورق عنب للضيوف وسرقت منها. مين داعي علينا اليوم؟ كلهم فوزية وجه النحس. مالك عليكم انتم وفضلكم، المفروض كل واحدة حددت وش تجيب مو بتورطني معاكم. بعدين ترى توه ما اذن المغرب. اللي اذن بالإمارات الحين. نورا هذه صديقتي حصة اللي كانت معي بالروضة، انقلت مدرستنا قبل كم يوم. اهلا، ان شاء الله تعجبك مدرسة الفاشلين وتصيرين فاشلة زينا. امين حبيبتي، من فشل الفشل ان شاء الله. الحين لو صرنا ناجحات تتوقعون المدرسة تعاقبنا او تطردنا؟ 100% بيطردوننا عشان ما نخرب سمعتهم اللي بنوها سنين. او يمكن يخصمون منكم درجة او درجة ونص. والله اني نكتة اضحك. يا جماعة الحقوني، لك عيسى الحقوني. لازم نحذرك يا حصة من مدرسة اسمها فوزية. لا تخلين أبوك يجي ياخذك من المدرسة لأن لو شافتك تتزوجه. أخ بطني عورني، ما كنتاكي أنا. بروح الحمام خمس دقايق. يلا عليك يا مايكي زنجر، بس تستاهل ما عليك. لحظة بتخليني لحالي مع صديقتها؟ لحظة طيب صبري خلني نروح معك نسولف. سلامات، وش تقولون تسوون؟ سولفوا مع بعض لين أجي. اوف شو اسوي، ما عارفه افتح سوالف مع الناس. الموضوع سهل يا نوره، سولفي عن اي شيء. اي شيء. حسبي الله عليك يا هديل، كان علمتيني قبل تروحين عشان اجهز سوالف. فكر يا مخي فكر، لا تسحب علي ارجوك. يا ربي ايش نسوي؟ اكيد البنت لاحظت انك متوتره وما عندك سوالف. عما ابغاك تبديني مو تزيد الموضوع. جدار المدرسه حلو صح؟ وش السالفة؟ مالت علي بس يلا على الأقل جبت سالفة. أوه هذه ملاك، خلينا نديها عشان تسولف معنا. هاي ملاك تعالي بقولك شيء. فشيلة ما طلعتني أنا ناقصة. الوضع المالي يتوتر زيادة، لازم أطلع قدراتي الاجتماعية. نورة تحبين الله؟ إيه شكرا. وش ذا الورطة، ما عندنا سوالف واضح والوقت موقف ومو براضي يمشي أبد. بنات شفتوا جوالي ولا لا؟ أخيرا رجعت، اشتقنا لك مرة. أرجع من وش توي، ما رحت الحمام بس جيت تاخذ جوالي نسيته. لحظة يعني كل هالوقت اللي فات كانت في الطريق للحمام بس؟ خذوا راحتكم سولفوا، شكلي مطولة بالحمام. كم كان عمرك يوم ولدتك أمك؟ سنة ونص. وش تحبين أكثر، أصابع يدك اليمين ولا اليسار؟ أصابع رجلي. بنات
أمس واحدة بالسوق صورتني وأنا مدري وقلت لها هي هي حبيبتي إذا أهلك ما ربوك أنا أربيك. والله جد قلت لها كذا؟ لا يعني قلت داخل نفسي بس صدق بغيت أقول لها. يعني نص السالفة صارت بمخك. واو هنوف دايما تصير لك سوالف أكشن بحياتك. لأنها تحط بهارات بكل سوالفها. أخ يا الله يا كثر اللي صوروني إذا رحت السوق. طيب عادي أكمل كلامي. ليش تتوقعون؟ جاوبوا تتوقعون عشان ممكن أكون جميلة مثلا أو ملفتة أو ممكن كلام مع بعض لأن لاحق. أحسك تكلمت كثير. تبي موية تبلين ريقك؟ لا شكراً ما أحب طعم الموية. بس الموية ما لها طعم. إلا طعم الموية موية المهم. طيب خلاص خلنا نروح نشتري أكل من المطعم وناكل قبل تخلص الفسحة ترى ما يتجوع. يلا يلا بطنين خلاص لحكين بكرة الأكل سوالفي فلا أكثر. يا ربي إيش ذا العلة كل سوالفك إن الناس خاق عليك. صح على طاري علة تذكرون الطربة علة يوم تغني لك اليوم. تعرفون بنات لو صوتي حلو زيها كان والله ما أسكت وطول الوقت أغني وأتكلم. على أساس أنت ساكتة طول الوقت قاعدة تتكلمين. بنات وش ذا التعب يا ربي أبي موية أبي أكل جوعانة حلقي نشف وأحس بدوخة والعتكت وتنميل برجليني وزغللة بالعين ورجفة بيديني ورشة كتمة وقليل من الرجفان. سبحان الله قبل رمضان ما تجوعين وتنسين الأكل والموية طعمها خايس وبرمضان أول دقيقتين كل هذا جاك حاشا. صح على طاري رمضان فاتك الزينة والأنوار اللي شريتها للبيت. تخيلي كنت بطلبها من برا لكن بالصدفة لقيت محل يبيع نفس الأشياء لكن تقليد بس تقليد حلو عرفتي يعني درجة أولى يعني غالي شوي بس مو بمرة واو. لا